أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. كان الخبر بمثابة الصدمة. أنطونوف 124 من روسيا باتجاه تونس تحمل السلاح. هذا هو التطور على الرحلة فولغا نيفر أيرلاينز وتحت الرقم VI6945. مطار ألينوفسك تحت الرقم 97305149542. نرى وبشكل واضح تورطا حقيقيا اليوم بتسليح تونس بسلاح روسي. كما هو معلوم فإن قيس سعيد كان يود زيارة موسكو حسب المصادر الرسمية وقبلها الإعلامية، والكل كان يؤكد على زيارة قيس سعيد إلى موسكو، ومن خلال وساطة جزائرية وتمويل جزائري لسلاح روسي يوازي تماما الاتفاق الدفاعي الأمريكي التونسي من جهة، وأيضا لتزويد كل من الحرس الرئاسي وأيضا بعض التشكيلات التي كانت مساندة آنذاك لقيس سعيد قبل هبوط قياسي لشعبيته في كل الأوساط. إذن الأمر اليوم هو حول لماذا تحديدا تونس في مرمى هذا الصراع الدولي، من جهة الحصار الذي أصاب قيس سعيد. المسألة الثانية أن التمويل الإماراتي والخليجي كان ضعيفا. المسألة الثالثة أن المخابرات التونسية والتي ركزت على المخابرات العامة وهي تابعة بشكل كبير جدا للرئاسة في مقابل مخابرات لوزارة الدفاع ومخابرات أخرى في وزارة الخارجية بمثابة الأمن الخارجي أو الاستخبارات الخارجية التونسية، ضمن هذه التشكيلة التي كان فيها واضحا متابعة النظام السابق لجميع الدوائر، بمعنى أن التحول الذي كان متوقعا بعد الثورة في الأجهزة الأمنية لم يكن موفقا. والكل يذكر مشهدين مع فرحات رجحي عندما أقال 42 مسؤولا من البوليس السياسي وبعدها تمت إقالته، وأيضا بالنسبة لعلي العريض في إقالة أحد المتورطين ضد المتظاهرين، وكان واضحا أن قضية علي العريض كمشهد ثاني إلى جانب منصب العجمي. اللقطتان والمشهدان كانا واضحين بأنهما الأقدر على تفسير مثل هذا الوضع المتشابك. الآن انتقل الأمر من صراع مع النهضة وعزل النهضة إلى قضية الرئيس الآن بين حرسه الرئاسي وما بين مخابرات الوزارة الداخلية وعبر مكتبها الخاص. إذن أمامنا المخابرات الداخلية والحرس الرئاسي، ومهم جدا أن هناك اتفاق ما بين الجزائر وما بين تونس على صعيد وزارتي الداخلية بعيدا عن وزارة الدفاع، لأن تونس لديها اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العشرية، يعني الأمر يتعلق بالاتفاق العشري 2020-2030 حول الشراكة التونسية الأمريكية، وتونس عضو في مناورات الأسد الأفريقي والبحرية أيضا. والتطور الذي طرح سؤالا واضحا في هذه المرحلة، هل انتقل الوضع اليوم من البحرية الجزائرية وأيضا المناورات في البحرية الجزائرية والتونسية إلى تزويد أيضا الداخلية بجميع أجهزتها التابعة لوزير الداخلية طبقا للاتفاق الذي ما بين وزارتي الداخلية الجزائرية والتونسية والحرس الرئاسي؟ إذا أمامنا اليوم تدقيق شديد الأهمية بخصوص أين سيذهب هذا السلاح، وهل السلاح الروسي الآن يمكن تمريره من تحت أنظار الأمريكيين
في وقت سابق كان الكل يعلم لماذا عارض الأمريكيون مثلا صفقة أنكا، والجيش التونسي وقف إلى جانب هذا التوقيع وفعلا أخذ ما أراد، ومن جهة ثانية أوقف التصنيع مع تركيا مثلا، واليوم هناك مقترحات من أجل أن تكون تونس الجزائر وأيضا تركيا في تصنيع الدرونات، وأيضا جعل السوق الأفريقي أقرب بكثير انطلاقا من تونس أو الجزائر. كل هذه كانت مشاريع، لكن اليوم هناك نقل سلاح رغم ظروف روسية، هناك انطلاق من روسيا وعبر الأجواء التركية ورغم أن هذه الشحنة أثارت ما أثارت بالنسبة للأمريكيين، فالأتراك مرروا هذه الصفقة بشكل كامل، وهذا ناتج عن تفاهمات تركية روسية في اتجاه، وأيضا من ناحية أخرى فإن تركيا لديها الرغبة في أن تكون تونس اليوم في الشأن الليبي محايدة بشكل أكبر، ولهذا فالدعم الجزائري والتونسي الموحد في منطقة واحدة بشأن الموقف من ليبيا وأمام الاستقطاب البريطاني التركي، فإن روسيا عملت على جهتين: الجهة الأولى إعادة تجديد رحلاتها عبر سوريا وباتجاه الشرق، ومن الاتجاه الآخر وجدنا أن هناك أيضا رحلات للسلاح موجهة مباشرة لدعم قيس سعيد في هذا الظرف الحرج. فهل الأمر يتعلق بالجزائر وعلاقاتها مع روسيا أم أنها حركة روسية بحتة؟ رغم الاتهامات التي يمكن اليوم أن تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية واستخبارات انتليجنس اجنسي أو وكالة الاستخبارات وزارة الدفاع الأمريكية أو استخبارات البنتاغون، فرغم هذه الاتهامات فإن هناك اليوم استراتيجية واضحة بشأن تمدد النفوذ الروسي عبر تونس وأيضا من خلال الساحل من باماكو، وتونس تدعم بشكل كبير المزيد من الاستقرار في هذه المنطقة، فيما تتحرك تونس إلى جانب الجزائر في مسألة الساحل، وخصوصا بالنسبة لدعم القوات، قوات حفظ السلام في هذه المنطقة، القوات الأممية في شمال مالي، فهناك دعم إلى حدود هذه اللحظة، دعم كبير، وهناك أيضا الرغبة أكيدة في جعل الرقم التونسي مهما جدا في استقرار المنطقة. إذن اليوم عندما يسجل الجميع مثل هذه الرحلة والكل يتساءل عما نقلته من موسكو وإلى تونس، فأولا هذه صفقة التزمت بها روسيا تجاه تونس قبل 22 فبراير، وأيضا 22 فبراير 2022 وبوساطة جزائرية. هذه رسالة للجميع بأن روسيا لا تزال ملتزمة بكل حزمتها التصديرية الموجهة إلى تونس والجزائر، وهذا الذي يطرح سؤالا محيرا للمخابرات الأمريكية على وجه التحديد، ومن ثم البريطانية التي تحاول أن تحارب الآن وصول سوخوي 57 إلى الجزائر تحت دعوى أن التصدير قد يسرب التكنولوجيا الروسية، وهذا يعني الكثير. أولا محاولة المساس بمصداقية الأجهزة الجزائرية، ومن جهة أخرى فإن هناك رغبة في وقف مثل هذا التصدير تجاه هذه المنطقة. اليوم الروس يؤكدون أنهم في المغرب العربي وليس فقط في الساحل وليس فقط فاغنر، الأمر يتعلق بالجيش الروسي وأيضا بصفقات روسية. إذن هذه الرسالة الأولى والمركزية أو الأساسية. المسألة الثانية أن هناك اعتبار ذكي للغاية بخصوص هذه المناورات الجزائرية التونسية، والتي أصبحت بحرية تبعد بشكل أكبر
ما سمي بمشروع القاعدة، قاعدة أفريقان البحرية في تونس. وفي نظر الأمريكيين فإن هذا سيجعل الجزائر أقرب إلى الأمريكيين وداخل شراكة، يعتقد على الأقل مجلس الأمن القومي الأمريكي وعبر مسؤوله عن ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هناك شراكة قوية، وهذه الشراكة القوية قد تنطبع على الساحل وأيضا على تونس. وتمرير هذه الصفقة بالنسبة لأمريكا قد يكون لها وجه من قبول هذه الشراكة، انطلاقا من تعزيز الثقة في حركة الجزائر بأنها حركة مستقلة وتخدم مصالحها وليس مصالح موسكو. إذا هذه خلاصة من خلاصات في مجملها يمكن الحديث الآن عن قرار لقيس سعيد بخصوص تحريك توازن جديد أمني في مواجهة الشراكة مع أمريكا. أمريكا لا تدعم، أوروبا صامتة عن قيس سعيد وأزمة حقيقية في داخل تونس، والكل ينتظر إما تفجير وضع أو انقلاب وما بينهما. يرى قيس سعيد أن من المهم جدا الآن خلق التوازن الأمني، وهذا التوازن سيرى على الأقل أنه سيعيد هيبة الأجهزة وهيبة الأمن التونسي، ولا بد في هذه الحالة أن يتقوى بشكل كبير الأمن في مقابل الجيش الذي يجب أن يصبح له دور أساسي على الحدود ولحماية الحدود التونسية وإبعاده عن السياسة. وفي هذه الحالة في وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبار أو الاستعلامات الاستخبارات العامة هي التي يمكن أن تقود هذه التقديرات، خصوصا وأن الخارجية عموما الخارجية التونسية الآن تحاول أن تدعم وبشكل أكبر الرئيس لسبب أساسي. فحاول جهد الإمكان قيس سعيد أن يبعد استقلالية الاستابليشمنت الدبلوماسي أو المؤسسة الدبلوماسية التونسية عن الحياد، وهذا كان حاسما بالنسبة إليه. وفي هذا التطور الشديد الأهمية فإن الجيش أيضا يرغب في مخاطبة الجزائر من خلال بحرياته ومن خلال هذه المناورات. وهكذا يمكن القول ببساطة شديدة أننا أمام تحول رهيب أمني وتحت إشراف جزائري ما بعد المناورات البحرية التونسية الجزائرية. اليوم تتقوى منظومة أخرى عبر وزارة الداخلية ذات الاتفاق مع الجزائر، وأيضا من خلال النمور السوداء وهذه القوات الخاصة أو الفرقة الخاصة لمكافحة الإرهاب. كل هذا يجري الآن في مقابل الجيش، فهل سيكون هذا مرد لمزيد من وحدة هذه الأجهزة والسير بعيدا نحو استقلال تونس الأمني والاستراتيجي وإبعاد أي أثر شديد للاتفاق الدفاعي التونسي الأمريكي؟ إذن أمامنا هذا التطور الذي يدعمه وبشكل واسع الروس في هذه المرحلة، وأمام هذا التكاثف من تجاه غرب ليبيا، وهذا كله قد يفيد من جهتين أننا أمام استراتيجية داعمة للجزائر وأمام اختراق جزائري للبحرية التونسية ومن ثم أيضا للمخابرات الأمن الداخلي وغير ذلك من ما قد يكون إلى جانب قيس سعيد. إذن قيس سعيد في هذه المرحلة مدعوم جزائريا إلى أبعد حد، وروسيا اليوم تتدخل من أجل إرسال الرسالة الثانية والأساسية إلى الجزائر بأن ما يهم الضغط على الجزائر يعني تقليل النفوذ الأمريكي في تونس، وهذا الذي يسعى إليه وبشكل كبير جدا الروس.
الروس يريدون تخفيف الضغط الأمريكي الآن على الجزائر، وهذا الضغط من خلال الكونغرس وأيضا من خلال اتفاق اندفاعي اليوم قد يتفكك أو على الأقل قد يتقلص تأثيره من خلال دخول روسيا على خط تونس، وهذا كله في فائدة الجزائر. قد يفسر الوضع ما هي الخطوات القادمة أمام رغبة أمريكية في جر الجزائر من بحرياتها باتجاه تونس، وآنذاك إلحاق الجزائر بشراكة قوية إلى جانب تونس. هذا يسعى له الأمريكي، الجزائري يحاول جهد الإمكان خلق هذا التوازن من أجل عدم الضغط على قراراته السيادية. وهكذا نرى أيضا أن روسيا تريد تقليص نفوذ أمريكا وضغطها على حليفها الأساسي في المنطقة الجزائر. كل هذا لا يزال في نصف الطريق الذي لم يحسم بعد إلى أين ستذهب الأمور، لأن الكل يصارع والكل يلعب أوراقه الآن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.